أول مرة من وقفت على المسرح شنو إحساسك؟ لأن هذا دائما ينسأل هذا السؤال. وأنت وياك مثلا نجوم. طبعا هي أولا الرهبة كبيرة، رغم أنه أنا ما عندي، ما أحكي بالمجاميع حركة ومحركة، وإذا حتى لو أكو حوارات فهي جماعية. رجفة بالرجل. أنا انذهلت طبعا، واقفين ست فاطمة الربيعي. ماكو رجفة بالرجل؟ شلون ماكو رجفة؟ أنا ليه هسه أرجف؟ ليه هسه من أوقف على خشبة المسرح؟ يعني ترى تشوفين من البرد لو شنو؟ يلبس يقبط وهو وحش الحوار. مو شخصية ما تتحمل. لا الرجفة والرهبة. رهبة ورجفة. مع كبار الفنانين الصغير. لا زلت ليه هسه شقد صاعدة على المسرح؟ من أصعد يوم الافتتاح قبل العرض بربع ساعة أقول إيش ورطني؟ ما حد نصحني. يعني هاي اللحظة قاتلة على المسرح. أكيد أكيد. وهي مواجهة حقيقية. أنت بالتصوير ممكن تعيد، بس بالمسرح وين تود وجهك؟ سما وطارق. إيه صحيح. بس الكاميرا ستوب نسيت. بس انت والجمهور وين تروح؟ نورتينا فنانتنا.